كنا أسرة من 5 أفراد، هكذا تنطق جدران البيت الصامت، عامان مر كسنوات عجاف على الأب والأم المكلومين على فراق أبنائهما الثلاثة. لم تحتمل يا سليمان ويا محمد ويا عبد الرحمن قوة مقتورة متهورة كانت تتخطف أرواحكم البريئة واحدا تلو الآخر. وعلى الأسفلت روت دماؤكم الزكية تفاصيل اهتز لها سكان مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. أنا واقفة وأختي جنبي وهم التلاتة جنب بعض، فقمت أنا قلت وطيت أشيل الشنط عشان العربية لما تعدي نقوم إحنا نعدي الطريق. أنا وطيت وقمت لقيتني واقفة لوحدي، كأنك عملت كده غمضت عينك وفتحتها، فلقيت سليمان الله يرحمه. طبعا سليمان كان متدمر خالص، انا مش قادره اقف عشان حتى ابص من اللي قدامي، انا عرفته من الهدوم بس. فقعدت ازحف على ايديا ورجلي لحد ما رحت عند لقيت عبد الرحمن الاول بعد سليمان، انا مش قادره اقف. استنيتني ماشيه عشان ادور على محمد، ازحف على ايديا ورجلي ومش قادره اقف. الناس قالوا لي محمد عند العربية، ابتدى يدي فرملة، ففرملت الأرض، فرملت العجل في الأرض 150 متر على كلام تقرير النيابة والمحاضر الرسمية في الموضوع. وأغلب الناس اللي مسكوه وسلموه للبوليس في ساعتها بيقولوا إن الولد ده كان شكله شارب، الله أعلم، بس هو كان بيقولوا كده. طيب المفروض كانت يعني ألف بيه كده، المفروض أنا أخد ده عامل حادثة طريق، أخده أعمل له تحليل مخدرات، أعمل له كذا أعمل له كذا، أسأله أستجوبه. فما تعملوش تحليل مخدرات، طلع تاني يوم الصبح، العربية طلعت بعد 4 أيام. كل ده أنا أب، تخيل أنت كأب وبتشعر بالشعور ده بقمة القهر ده. لا ردع الجاني يعيد في أجسامكم الروح أو يسمع أبويكما ضحكاتكم وأنتم تتسامرون، فنار الفراق التي لن تخمد ستظل هائجة تلعن الجاني وهو خارج أسوار السجن يهنأ بين أبنائه. إزاي أشوف إن ده يتحكم عليه في سنة واحدة و500 جنيه كفالة؟ دول إيه دول؟ دول إيه يعملوا إيه دول؟ أي حكم وأي قانون يقول إن أنا أفضل شايف المجرم قاعد عمال زي الفل وعايش وزي الفل وطليق وما خدش يوم واحد حبس فيهم؟ لو أي أم حطت نفسها مكاني وشافت ان هي 3 ولاد بيتنططوا ويملوا عليها البيت وبعد 5 دقايق كانوا مرميين قطع قدامي، مش هتستحمل ابدا تعيش كده. وطالب مجلس الشعب ورئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس شورى اللي كل اللي ليه دخل بالمسألة دي لابد انه يبص على القوانين دي ويعدلها، حتى لو ما اتطبقتش عليا تتطبق على غيري. انا نفسي ان مفيش اب من اي اب ما يشوفش اللي انا شفته ولو ساعة ولو للحظة. آخر يوم كنا احنا مصليين سوا الفجر وقبل ما يجوا وقاعدين مع بعض بنقرأ القرآن وأتذكر سورة البقرة واحنا بنقرأ قول الله عز وجل ولهم فيها ما يشتهون، فكل واحد فينا قال أنا عايز أمنية إيه. فمنهم محمد آخر واحد اللي هو الصغير، عشان هو لسه صغير، قال أنا نفسي في حاجة حلوة وحاجات حلوة وبتاع. وعبد الرحمن قال لي أنا نفسي في حصان أبيض بيطير. وسليمان طلب كده إن هو يبقى يجري ويتنطط على الحيطان وبتاع وكلام من ده، قلت له خلاص هتجري وتتنطط على الحيطان. كنتم تملؤون البيت ضغيجا ولهوة، واليوم أصوات العصافير مثلكم تمنح أبويكم بسمة ورجاء. يا ليت أبنائي كانوا كالعصافير لا يمشون على الأرض فكلها حوادث. أحمد عبدو، NBC مصر. طبعا دول ملائكة، ربنا يرحمهم برحمته ويصبر أهاليهم اللي هم قلبهم موجوع زي ما احنا قلبنا اتوجع لما شفنا التقرير ده. يمكن فترات سابقة شفنا أفلام سينما غيرت قوانين، نفتكر كده جعلوني مجرما أريد حلا. الناس دي فعلا غيرت نظام. فإحنا بنتمنى إن احنا من خلال تقرير زي كده ومن خلال برنامجنا المتواضع ده إن احنا نكون همزة وسط ما بين الناس اللي قلبهم اتوجع دول وقلبهم اتحرق عشان فقدوا ولادهم بسبب يعني هنقول حادث من حد، يعني عربيه طايره كده ضيعت ولادهم في ثانيه. فالعقوبات لازم تكون مغلظه، العقوبات اللي احنا شفناها غير كافيه تماما
حتى عشان الناس تحس ان قلبها ارتاح كده وهدى. السواقين المقطورات دول لو يعني قوانين على قوانين على السواقين وشهم يعني لسايبين حد ماشي على رجليه ولا حد ماشي بعربيه الحقيقه وبيكون طبعا لما بيتعمل لهم احيانا بعض الاختبارات بيسقطوا فيها الاختبارات بقى المخدرات وما شابه ذلك طبعا ما بنعممش ابدا وبالرشاوه ساعات وبالوصايه ساعات طبعا ماشي ما اللي اكيد مش بنعمم بس في معظم الاحيان ده اللي بيحصل عشان كده الكوارث ديت موجوده. فالنهارده الحادثه دي صحيح من سنتين لكن الجاني لسه طالع من سنه اتعاقب بسنه وكفاله بعد ما قتل ثلاث عيال ما لهمش ذنب. ربنا يصبر ام سليمان دموع الاب لسه ما نشفتش ودي ولا قوانين ولا تشريعات ولا حاجه بالظبط بس يعني ده احنا نحاول نعمل اللي علينا يعني. على قد ما نقدر.